بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل هي الوحدة الثالثة، طرق ترميز الملفات. بداية هنحكي عن الطرق عندنا، الطريقة اللي هي العددية البسيطة، الطريقة العددية المركبة، الطريقة الهجائية المركبة، والطريقة الهجائية العددية المركبة، والطريقة العشرية. بداية احنا هنتحدث عن الطريقة العددية البسيطة، وهذه تسمى اللي هي الرقمية المتسلسلة. هنا الطريقة هذه يتم إعطاء رقم متسلسل لكل ملف بدءا من رقم واحد إلى ما لا نهاية، وفقا للتسلسل نشاطات اللي هي المؤسسة، ويقوم بترتيب اللي هي ترتيب الملفات والوثائق والمعلومات في أماكنها المعدة لحفظها ترتيبا رقميا. وممكن كمان يتم الفهرسة اللازمة لهذه الملفات لاسترجاعها في أي لحظة من اللحظات. ولها مميزات، يعني مميزاتها سهولة وسهلة وبسيطة، تحافظ على سرية المعلومات، لكن عيوبها هنا لا تحافظ على وحدة الموضوع، الأرقام ليست ذات دلالة محددة، تكرار الأرقام والملفات عند اتباع اللام مركزية في المحفوظات، يعني ممكن يكون في ازدواجية في الأرقام من خلال اللي هي الوحدات الإدارية داخل هي المنظمة. الآن اللي بهمنا هنا كمان في الطريقة الثانية، الطريقة الهجائية المركبة. هذه الطريقة يتم إعطاء الأبواب الرئيسية للمنظمة حروفا هجائيا بدءا من الألف إلى نهاية الياء، اللي هي 28 حرف ممكن نستخدمهم من الألف للياء، ونعطي اللي هو حروف اللي هي الأبواب الرئيسية والفصول واللي هي المواضيع، ثم نعطي الفصول حروفا هجائية متفرعة من الرموز الخاصة بالأبواب الرئيسية عنها، ونعطي اللي هي الملفات حروفا هجائية متنوعة من الرمز الخاص بالفصل التابع لها، وترتيب الملفات في أماكنها المعدة لحفظها وفقا لرموزها، وتعد الفهرسة اللازمة للاسترجاع اللي هي الملفات. هذه الطريقة تقوم بإعطاء اللي هي أوعية الحفظ معلومات أو ملفات أحرف هجائية متسلسلة بدلا من الأرقام الحسابية، يعني هذه إحنا بنعطي فيها حروف هجائية من الألف إلى الياء، وبنستخدم فيها ترتيب اللي هي الملفات الخاصة باللي هي المنظمة. لو نيجي للمثال يوضح هذه الطريقة الهجائية المركبة، أول حاجة الأبواب احنا عندنا قلنا انه في ابواب رئيسيه للمنظمه، مثلا الاداره العليا، اداره شؤون الموظفين، اداره الماليه، هذه كلها تعتبر ابواب رئيسيه للمنظمه، لكن بدنا نعطيها احرف متسلسله حتى توضح. مثلا حرف الالف يعني اللي هي الاداره العليا، حرف الباء والتاء اللي هي هنا في خطأ فني اللي هو إدارة شؤون الموظفين. هنيجي نشوف نحللها الأبواب الرئيسية إلى فصول، بنيجي بناخد حرف التاء مثلا من شؤون الموظفين وبنوضعه تحت تاء وبنحط سلاش وبنبدأ إيش نرمز من جديد، ألف الإجازات، تاء اللي هي العلاوات، التعيينات، وهذا الحرف بضل زي ما هو، كل هذا بيعني اللي هو الباب الرئيسي من اللي هو إدارة شؤون الموظفين. بعد هيك بنحللها إلى مواضيع، ناخد اللي هو حرف التاء بنزل ونحط هذا لأنه بيعني الباب الرئيسي من إدارة شؤون الموظفين، وبناخد حرف التاء التعيينات، وبعدين بنبدأ ترميز، بنحط سلاش ترميز جديد، بنكتب فيه تعيينات بنظام عقد سنوي، التاء بتضلها زي ما هي، بتنزل التاء زي ما هي، بعدين بنحط باء رمز جديد، تعيينات بنظام العقد المؤقت، وهكذا. هذه المهم اللي هو الحرف اللي هو تاع الفصول بضل تاع الباب بضل زي ما هو، وتاع الفصول بضل زي ما هو، بعدين بنبدأ ترميز للمواضيع جديدة. هذه اللي هي لها مميزات وعيوب هذه الطريقة. مميزاتها سهلة التطبيق والفهم لانه احنا بنعرف من الف للياء،
هذه الطريقة سهلة بالنسبة للموظف، يعني ترتيب اللي هي حسب ترتيب الحروف الأبجدية. وضوح محتويات الملف واضح، لا تحتاج برضو إلى فهرسة. أنت من حد ما تشوف حرف التاء مثلا بيعني شؤون الموظفين، حرف الباء مثلا بيعني التعيينات، حرف الألف بيعني اللي هو تعيينات بنظام العقد السنوي. سهولة اكتشاف الأخطاء خصوصا الرسائل التي توضع في غير محلها، يعني ممكن برضو نكتشف أي خطأ من خلال رؤيتنا للرمز. في عندنا عدم تكرار اللي هي الرمز الملف، هذا لكل باب. برضو يتصف بالمرونة، تحقق جميع مزايا الترميز اللي هي الأحرف كلها بالنسبة لعملية الترميز. هذا بالنسبة اللي هو مميزة. عيوبها عدم وجود مكان ثابت للملف، أي أن موقع الملف يتغير، وهذه نقطة برضو ممكن تواجه صعوبة بالنسبة للملفات اللي هي أو الجديدة. لو أنا بدي أضيف ملفات جديدة أو بدي أحذف بعض الملفات الجديدة حتاخذ وقت، وهو بدي يعرف إيش هذه اللي هي طبيعة هذه الملفات، ويفتح ملف جديد وبدي يرمز ملف جديد، فبياخذ وقت وصعوبة في هذه الطريقة. محدودية الأحرف 28 حرف، هذه اللي هي بالنسبة لو احنا وقفنا عند زاد عملية اللي هي التصنيف مثلا من الأبواب، من الفصول، من المواضيع، من المواضيع فرعية، من المواضيع جزئية، هذا حتحتاج إلى أحرف أكثر، ممكن تقف في هذه الطريقة لعند 28 حرف. صعوبة اختيار اللي هي الكلمة، ممكن احنا كمان تواجه بعض الشركات والجمعيات اللي هي بالنسبة للشركات الكبيرة، احنا بس بتاخد كلمة من الشركة، هذه حتواجه برضو صعوبة في هذا اللي هو الترتيب أو الترميز. كل هذه اللي هي الأمور اللي هي بعض الملفات كمان والأوراق ممكن اللي هي يمكن تظلها بدون ترميز، فهذا حتواجه برضو صعوبة، ممكن يقع في أخطاء لأنه الصعوبة اللي هي بالنسبة للأحرف أو ترتيب الأحرف، ممكن ما يجيبش الترتيب الصحيح للأحرف، عدم وجود ترتيب منطقي برضو في الموضوعات، صعوبة اللي هي بالنسبة للموظف تتعلق اللي هي في اللي هي الأحرف في الذاكرة، فهذا حيواجه فيها صعوبة في هذه الطريقة. الطريقة الهجائية اللي هو عندنا الطريقة الهجائية العددية المركبة، هذه الاثنين معا الأحرف والأرقام معا. هذه الطريقة اللي هي أول حاجة إعطاء الأنشطة الرئيسية للعمل الأبواب حروفا قد تكون هجائية أو أبجدية منشقة من مسمى الوحدة الإدارية التي تتولى القيام بالنشاط، يعني بناخذ الحرف الأول من الوحدة الإدارية وبعد هيك بنرمز اللي هو أرقام، نعطي أرقام عددية. تعطي الفصول أرقاما متسلسلة متفرعة عن الحروف الخاصة من الأبواب الرئيسية. تعطي الملفات أرقام متسلسلة متفرعة عن رموز الفصول المتفرعة أو المواضيع المتفرعة. يعني الآن لو نيجي نضرب مثال، هنا هنشوف الأبواب الرئيسية الإدارة العليا وإدارة شؤون الموظفين وإدارة المالية. أول حاجة الإدارة العليا ممكن ناخذ حرف العين، يعني بشير إلى إنه هذه العين حرف الإيه، العين إدارة عليا. الإدارة شؤون المالية ممكن ناخذ الميم، بتدل على إنه هذه اللي هي الإدارة المالية. حرف الظاء اللي هي إدارة شؤون الموظفين وهكذا. الحين نحلل هذه الأبواب الرئيسية إلى فصول، بناخذ أول حرف من الإدارة من الأبواب الرئيسية حرف الظاء، بنبدأ إيش نعطي أرقام، واحد إجازات، اثنين علاوات، وهكذا بضل الحرف زي ما هو، وبنبدأ إيش أرقام متسلسلة. ونفس الشيء في الطريقة اللي هو المواضيع، برضو هنا بدنا نخلي الحرف الأول لأنه هذا بيعني الباب الرئيسي اللي هي إدارة شؤون الموظفين، وبناخذ حرف رقم 4 التعيينات، وبنبدأ نحلل فيه وبنحط تعيينات بنظام عقد سنوي، تعيينات بنظام عقد مؤقت، 1 2 3. بعد هيك إلها هنا هذه الطريقة مدلول رمز الملف، يعني ممكن إحنا لو جينا أخذنا ملف مثلا ظا 4 3 إيش بيشير هذا؟ اللي هو من إدارة شؤون الموظفين، إدارة شؤون الموظفين حرف الظا، وأربعة تعيينات مثلا، ثلاثة مثلا عندنا اللي هي تعيينات بنظام الساعة.
هذه لها مميزات تحافظ على وحدة الموضوع، المرونة لا يترتب على اتباعها تكرار رموز الملفات، تحقيق جميع فوائد. من عيوبها اللي هي محدودية الأحرف 28 حرف.